السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو اللي غنشوفه كيف نعملوا كيك السويسرول اللي نفصل فيه الصفار عن البيض. طريقته جدا سهله وبسيطه. استخدمت هذه الكيكه لعمل تورته جذع الشجره واللي راح نشوفها في الفيديو القادم ان شاء الله. اتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وفرجوا ممتعه. لعمل وصفتي لليوم راح نحتاج الى هذه المكونات. فصلت البيض عن الصفار، هنا عندي البيض وهنا الصفار. طحين الكيك اللي بيكون عبارة عن مزيج من النشا والطحين، سكر عادي سكر عادي، فانيلا. انا هنا مستخدمة البودرة، اذا ما عندكم استخدموا السائلة. بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات ورشة ملح. اول شيء راح اعمله اللي هو خفق بياض البيض، فعندي هنا بياض البيض، على البيض احط رشة ملح يعني نص الملح اللي عندي هنا، واخفق هذا المزيج لحتى يصير عندي قوام ورغوة. بعد ما عمل رغوة زي كده، الان راح ابتدي اخفق على سرعة عالية، وانا اضيف السكر اللي هو القياس الصغير تقريبا ملعقة ملعقة لمدة 5 دقائق حتى يجمد عندي بياض البيض. هذا هو بياض البيض بعد ما جهز عندي، فمثل ما انتم شايفين كده يتماسك، وايضا نلمسه كده ما بنحس فيه قوام السكر، لهذا يفضل انكم تستخدمون السكر الناعم الحبيبات لحتى يدوب معكم بسرعة. ثم الان راح نجهز الصفار، عندي هنا صفار البيض، عليها احط باقي رشة الملح، انا لاني مستخدمة فانيلا بودرة احطها الان، ثم اخفق هذا المزيج شوي. الان راح ابتدي اضيف السكر شوي شوي، وانا مستمره بالخلط لحتى اضيف السكر كله. بعد ما اضفت كل السكر، الان راح استمر بالخلط لحتى يصير عندي المزيج لونه فاتح وقوامه كريمي، وايضا يدوب عندي السكر. هذا هو مزيج الصفار بعد ما جهز معي. ثم الان راح ندخل الطحين على الكيك. طبعا انا الطحين قبل ما اخذ القياس نخلته، يعني غربلته، ايضا قبل ما تضيفوه للكيك يفضل انكم تنخلوه للمرة الثانية. انا نخلته هو والبيكنج باودر. الان ادخل الطحين في مزيج صفار البيض. بعد ما نشوف انه ما عاد في عندي اي بودرة نوقف الخلط، ثم نضيف عليه شوي من بياض البيض هنا. انا هدفي انه اخفف المزيج شوي قبل ما اضيفه لباقي بياض البيض. بهذه الطريقة لما نضيفه هناك بيكون سهل علينا نخلطه. هذا هو. ثم الان اخذ مزيج الصفار واحطه على البياض بهذا الشكل. اقلب الان بشويش لحتى يمتزج عندي الصفار مع البياض. خلاص بس نشوف انه المزيج زي كده اندمج وما عاد في عندي مرينج وحده ومزيج صفار البيض وحده، بيكون صار عندي جاهز. مثل دائما يفضل انكم ما تحركون الكيك كتير لحتى ما يفقد الهواء اللي موجود فيه. بالنسبة للصينية اللي راح اطبخ فيها، عندي هنا صينية قياس 10.5 انش على 15.5 انش، اسكب فيها المزيج كله، ثم بسباتشولا افرده في هذه الصينية. طبعا يا حلوين الصينية عاملة فيها ورق الطبخ، اوكي. دهنت الصينية من تحت لحتى ما يتحرك معي ورق الطبخ اثناء الفرد. طبعا السويسرول حاولوا تخلوه طبقة واحدة. هذه السويسرول بعد ما فردتها، الان احطها بالفرن اللي سبق وشغلته على درجة حرارة 375 فارنهايت، اللي هي تقريبا 190 مئوية. بنخليها من 10 الى 15 دقيقة على حسب نوع فرنكم وايضا الصينية. انا بعدين اقول لكم كم اخذت مني وقت. هذا هو الجنواز بعد ما جهز معاي، او الكيك السويسرو زي ما تحبوا تسموه. انا اخذ مني 12 دقيقة في الفرن، الفرن شغلته من تحت فقط، ومثل ما انتم شايفين هنا محمر عندي. ليش؟ لانه نحن طبخناه في درجة حرارة 375 فارنهايت، فالفران يكون سخن، بما انه الكيك رقيق بينطبخ معانا وايضا يتحمر من الوش وبينشف، فلما نلمسه ما بيدبق على ايدينا. ايضا ما بنعمل له اختبار العود، مجرد لمس زي كده.
لما نشوفه بينزل ويرجع معناته خلص انه الكيك جاهز. المهم هذا الان راح نستنى عليه تقريبا 6 الى 7 دقائق، يعني بعد ما يصير دافي ونشوف شو راح نعمل فيه. بعد ما برد معي الكيك لمدة 5 دقائق، اول شيء افكه من الجوانب. ما احب ادهن جوانبنا بالصينية لحتى بعد ما ينطبخ السويس رول يفضل لاصق هنا وما بيميل هذا الوسط. كده السويس رول صار عندي مفكوك. هنا منشفة نظيفة ارش عليها سكر بودرة بهذا الشكل، ثم اخذ هذا الكيك واقلبه هنا، بعدين اشيل الورق وابتدي الف السويس رول بشويش بهذا الشكل، ما نضغط عليه كتير لحتى ما يتمعس معانا، بس زي كده نمسك المنشفة ونحن نلف بهذا الشكل. بعد ما لفيت السويس رول بهذا الشكل انا راح اخليه هنا على الطاولة لحتى يبرد تماما، ثم بنستخدمه بنزينه. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم. بالنسبة للملاحظات فهي كالتالي: البيض ضروري يكون عندنا بدرجة حرارة الغرفة لحتى لما نخفقه يرتفع معنا ويطلع معنا الكيك حلو. بالنسبة لارتفاع الكيك نفسها، إذا حبيتوا كيك يعني أعرض أسمك من كده صغروا قياس الصينية شوي. بالنسبة للف السويس رول، إذا أنتم مبتدئين وما تعرفون تلفوا السويس رول ويتكسر معكم، فالأحسن تلفوها بالطريقة اللي شفتوها بالفيديو. طبعا ممكن تعملوها على نكهة شوكولا، نقصوا ملعقتين من الطحين وضيفوا شوكولا وبودرة، أو ممكن تعملوه أي نكهة تانية غير الفانيلا، مثلا تحطوا نكهة فراولة مع شوي لون أحمر. متى تضيفوهم؟ لما تخلطون خفق المرينج تخلطوهم بشويش مع المرينج وكملوا باقي الوصفة. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها. اذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.